ومن الأحاديث المذكورة في الفتن في صحيح البخاري: تظهر الفتن، أي يكثر انتشارها وعمومها واشتهارها. ولذا في صحيح البخاري لما أتى بعض الناس إلى أنس رضي الله عنه يشكون ما يلقونه من الحجاج بن يوسف الثقفي، وكان ظالما، كان من الأمراء الظالمين، فماذا قال أنس رضي الله عنه؟ قال: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا وبعده شر منه حتى تلقوا ربكم. سبحان الله، كيف يكون هذا مع أن زمن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أتى بعد زمن الحجاج بن يوسف الثقفي؟ ومعلوم أن زمن عمر بن عبد العزيز عما فيه العدل والخير والبركة. ما السبب؟ لأن في عهد الحجاج بن يوسف الثقفي كان فيه جملة كبيرة من الصحابة، إذن يكون الشر بسبب قلة العلماء. ويوضح ذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه قال: لست أعني رخاء في العيش يصيبه ولا مالا يفيده، ولكن يأتي يوم فيقل فيه العلماء أقل من اليوم الذي قبله، فإذا استوى الناس لم يعرف معروف ولم ينكر منكر، فحينئذ يهلك الناس.